Hi, how are you? Welcome to our new video. Grade 5. اهلا بكم سنه 5 الرائعين وفيديو جديد من درس اونلاين مجانا متاح لكل طلاب الصف الخامس الابتدائي في اي مكان في مصر. وزي ما احنا متعودين ان ده الفيديو المهاري بنشغل فيه مهارات القرايه ومهارات الاستماع reading and listening skills. خلونا نبدأ الفيديو مع بعض. وزي ما احنا اتفقنا الانجليزي اللغة مش مادة، فلازم افعل مهارات اللغة وانا شغال. هنبدأ يونت جديد، وطبعا في فيديو البث المباشر ان شاء الله اللي معادنا فيه كل يوم حد الساعة 10 مساء على القناة. فعلشان يوصلك اشعار او يبدأ البث المباشر لازم تفعل الجرس وتشترك في القناة. وخلونا نشوف اليونت النهاردة، رائع جدا وحلو. يونت 2 at amusement park. at amusement park يعني في مدينة الملاهي او في المتنزه. يعني تعال نشوف في مدينة الملاهي اللي هيحصل. زي ما احنا متفقين انا هدي لك فرصة تقرأ، وبعد كده انا هقرأ وانت هتقيم نفسك from 1 to 10. متفقين؟ يلا بينا. It's so hot. I'm really thirsty. Me too. Let's get some juice. الجو حر جدا، أنا فعلا عطشانة. وأنا كمان، تعالي نجيب حاجة نشربها. What kind of juice do you want? Pineapple juice, please. حضرتك تحب نوع عصير ايه؟ عصير اناناس من فضلك. Yo, oh, I don't have enough money. That's okay. It's my treat. يا نهار، انا مش معايا فلوس تكفي. مفيش مشكلة، على حسابي، انا هحاسب. Here you are. Thanks a lot. اتفضل. شكرا جدا او شكرا جزيلا. Smells good. What's for lunch? We are having spaghetti. Yum, my favorite. Here, help yourself. دلوقتي احنا في الجزء الخاص بالفوكابلري بالكلمات، وخلونا نسمع النطق الصح علشان تحفظ صح. amusements يعني الملاهي، park حديقة، juice عصير، apples تفاح، pineapples اناناس، money نقود او فلوس، pound جنيه، breakfast افطار او وجبة الافطار، lunch وجبة الغداء، dinner وجبة العشاء. سباجيتي اللي هي المكرونة السباجيتي، برجر اللي هو البرجر، تايم وقت، بوي ولد، جيرل بنت، جيرل مش جيرل، جيرل، ذا سناك بار اللي هو المقصف او اللي احنا بنقول عليه الكانتين، كيدز اولاد او صبيان، داي يوم، ويك اسبوع، مانث شهر. وطلع لسانك فيها مانث عشان يبقى شهر واحد. نيجي بقى على الregular verbs، الأفعال المنتظمة في الماضي في المضارع. want حطت لها إيدي بقت wanted. help يساعد بقت helped. helped وhelp. ركز قوي إن أنا بكلمك دلوقتي في الregular verbs، في الأفعال المنتظمة اللي بحط دي or ed or ied في آخر الverb. طب نيجي بقى على الregular verbs لازم تحفظها، يعني هو ده الماضي والمضارع بتاعها لازم تحفظ. go went get got have had buy bought give gave eat ate pay
paid. سهلة جدا ومفيش أي مشكلة خالص، هي بس هتتحفظ، إنما نطقها سهل ولازم تحفظها وتتعب شوية. نيجي بعد كده هنا في إيه، صفات وظروف وصيغ تعجب. تعالوا كده نتكلم. بيقولي so hot معناها حار جدا، hot لوحدها معناها حار، so hot حار جدا، thirsty عطشان، please من فضلك، you oh ده بستخدمه عشان هو إيه، كاني مخدود يعني، enough كافي، okay معناها حسنا، thank you شكرا، thanks برضو شكرا، good جيد ديام لذيذ، favorite مفضل، here ها هو، here ها هو أو اتفضل يعني. تعالوا نشوف حروف الجر بقى لما تدخل على كلمات بتديني معنى ازاي. at the park يعني في الحديقة، time for وقت ال وقلناها قبل كده، what kind of ما نوع، what kind of ما نوع، pay for يدفع لي، pay for، time for وقت ال، at the snack bar، at the snack bar يعني في المقصف او في الكانتين، go to يذهب الى. الكلمة وعكسها بقى، hot عكسها cold، good bad، hungry full of، buy sell معناها يبيع، س إيه الإي short إي فتنطقت إيه، sell معناها يبيع. تعال نشوف بقى الإكسبريشنز دي، so hot so cold، بستخدم so فدتني حار جدا بارد جدا، I'm really thirsty أنا فعلا عطشان أنا مش قادر يعني قمة العطش، I'm really hungry أنا جعان جدا برضو قمة العطش، some juice، some بتيجي مع الأسماء التي تعد والتي لا تعد عشان تدل على الكمية على الجمع، I don't have enough money ده مصطلح بقوله معيش مال كافي، معي الفلوس بس المال مش مقضي أو الفلوس مش مقضية، it's okay that's okay معناها ما فيش مشكلة عادي يعني، it's my treat يعني على حسابي، here you are تفضل، smells good ريحته جميلة جدا يعني اي حاجة شم ريحتها جميلة مش شرط الاكل يعني، حتى لو شميت بيرفيوم لو شميت وردة فاقول smells good، help yourself بقولها يعني ايه ساعد نفسك كده اللي هو تفضل برضو يعني ايه خلي البساط احمد يعني مصطلح كده يعني اللي هو ايه ساعد نفسك بقى مش عازم عليك انت صاحب بيت يعني نفس الشكل كده، yum my favorite يعني ايه ده المفضل بالنسبة لي. نيجي بقى للجزء المفضل بالنسبة لي انا وهو الجرامر، كلمة let's معناها يلا بينا، بيجي بعدها الverb infinitive في المصدر، let's get some juice تعال نجيب بعض الايه العصير، وبقدمها كاقتراح يعني احنا عطشانين ايه رأيك نجيب عصير، وممكن اقول what about، وممكن اقول how about some juice زي ما احنا ما خدنا برضو قبل كده. نيجي بقى ل some و any، some معناها بعض وبتيجي في الجملة العادية المثبتة يعني في الجملة العادية لما قال there is some bread في بعض الخبز، انما any معناها اي فأكيد بتيجي في النفي وبتيجي في السؤال، لما لك هو أنت معك أي فلوس فتردي لا أنا معيش أي فلوس، فبتيجي في النفي وفي السؤال any، any معناها أي، there isn't any water أو water، there isn't any water أو water الاتنين صح. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة، واستنوني الساعة 10 مساء يوم الحد وبس مباشر نشتغل بيه بشكل مفصل أكتر ونشرح فيه الجزء ده ونشتغل مع بعض ونحفظ الكلمات، فمستنياكم ان شاء الله، شكرا ليكم ودمتم بخير، اسمي عربي.